السلام عليكم، الله يجزيكم الخير جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. راح نحكي اليوم اضطرابات الصوديوم ولاحقا نحكي عن اضطرابات البوتاسيوم. لابد بالبداية ناخذ لمحة فيزيولوجية عن في الجسم. طبعا الصوديوم معروف انه هو الشارد الأساسية خارج الخلوية، تركيزه الطبيعي عند البالغين 135 ل 145 ملم. ملاحظة ان الصوديوم كون انه حادي التكافؤ ميلي مول على اللتر أو ميلي مكافئ على اللتر نفس الشيء، يعني الوحدتين متساويات كونه واحد التكافؤ. بالنسبة للتحويل للملي جرام عشان سهولة يعني حساب محتوى المستحضرات الصوديوم، كل واحد ميلي أو ميلي مول صوديوم بيساوي 58.4 ميلي جرام صوديوم. اضطرابات الصوديوم هي تعتبر من أشياء اضطرابات الشوارد، لأنه حقيقة تعكس توازن الماء في الجسم. فتنظيم مستوى الصوديوم بيتم خلال تنظيم الوارد أو إفراز الماء من الكلية. فنقص الصوديوم عادة يرجع إلى زيادة كمية الماء أو نقص أطراحه، وارتفاع الصوديوم بالعكس يعود لزيادة طرح الماء أو نقص الوارد منه. فيزيولوجيا ماء الجسم، الماء يشكل 50% من الجسم عند البالغات الإناث و 60% من البالغين الذكور. الماء الجسم يتوزع في حيزين، القسم الداخل الخلوي واللي بيشكل ثلثي ماء الجسم، والقسم خارج الخلوي بيشكل الثلث. القسم خارج الخلوي طبعا بيتكون ايضا قسمين، هو القسم الخلالي والقسم الوعائي أو داخل الأوعية. القسم الخلالي ثلثي الماء خارج الخلايا، والحيز الوعائي بشكل الثلث. وزن الماء الكلي هو نسبة الماء إلى من وزن الجسم الكلي، طبعا تختلف حسب العمر اختلاف كبير. فمثلا عند حديثي الولادة بيكون ماء الجسم الكلي 80% من وزن الطفل، في حين أنه عند البالغين عند الرجال بيكون 60% مثل ما ذكرنا، وعند النساء 50%. عند المتقدمين بالسن رجال ونساء فوق 60 سنة أو 65 سنة بتتساوى النسبة بين الرجال ونساء، وبتكون نسبتها 45% ل 50% بسبب زيادة محتوى الجسم من الدهون ونقص الكتلة العضلية عند الطرفين. غشاء الخلية كما هو معلوم نفوذ للماء ولكن غير نفوذ للشوارد، من بعض على مكونات الشوارد خارج على طرفي الغشاء. طبعا الشوارد الأساسية خارج الخلوية هي الصوديوم بشكل أساسي وبشكل أقل الكلور والبيكربونات، في حين أنه الشوارد الأساسية والجزيئات الأساسية داخل الخلوية هي البوتاسيوم بالإضافة إلى مركبات فسفورية عضوية والمغنيسيوم. الحجم السائل خارج الخلوي يتم تنظيمه بشكل رئيسي من خلال تنظيم اطراح الصوديوم عبر الكليه، وذلك من خلال محور التنسين والبيبتيدات المدره للصوديوم. اما اوزموليت البلازما فبيتم تنظيمها من خلال هرمون المضاد للادرار والعطش. ملاحظه، يمكن للكليه ان تطرح 10 لتر يوميا من الماء، ولكن شرب أكبر من هذه الكمية يجعل الكلية غير قادرة على طرح بول ممدد. تقريبا الكلية معدل قادرة على طرح 400 ميلي بول في الساعة. الجهاز قرب الكبيبي مثل ما بتعرفوا هو حساس لتغيرات ضغط الأرواء الكلوي، وعن طريقه بيتم تفعيل محور رنين أنجيوتنسين. المستقبلات في الجيب السباتي والأبهر بتنظم فعالية الجهاز الودي وأيضا تزيد إفراز الرنين. المستقبلات القلبية تنظم إطلاق البتيد الوزيني المضر للصوديوم والبتيد الدماغي المضر للصوديوم. هناك فرق بين تنظيم يعني الأزمولية وتنظيم الحجم. فالهرمونات المسؤولة عن تنظيم الأزمولية بشكل أساسي، والهرمون المسؤول عن تنظيم الأزمولية هو الـ ADH بإفراز الزائد أو تثبيط إفرازه، وبالعطش إثارة آلية العطش من أجل زيادة الوارد من الماء. أما تنظيم الحجم، الحجم داخل الوعاء يعني، بيتم من خلال المستقبلات الموجودة في الجيب السباتي و الشريين الكلوي الوارد، الشريين الكبيبي الوارد والأذيني، والجهاز العصبي الودي ومحور رنين أنجيوتنسين والبكتيدات المدرة وأيضا الـ ADH. يعني هناك تقاطع بسيط بين تنظيم الأزمولية وتنظيم الضغط. طبعا بيتم تنظيم الحجم تنظيم الأزمولية وتنظيم الحجم بيتم تنظيم الحجم عن طريق إفراز أو حبس الصوديوم. أزمولية بلازما هو مصطلح
عفوا، أزمولية البلازما هو نسبة الماء إلى الذوائب الموجودة فيها. أهم الذوائب الموجودة في البلازما هي أملاح الصوديوم، ومع نسبة قليلة من البوتاسيوم والكالسيوم، فلذلك ما بيتم إدخاله في المعادلة، بالإضافة طبعا للسكر والبول. معادلة حساب أزمولية هي تركيز الصوديوم بالميلي مكافئ أو ميلي مول على اللتر ضرب 2، بالإضافة إلى الجلوكوز على 18 لتحويله للميلي مول، والبي أو إن على 2.8 لتحويله أيضا للميلي مول، والإيثانول إن كان موجود في حالة تسممات مثلا أو التعاطي بتقسيمه على 4.6 أيضا لتحويله الميلي مول. مع العلم انه في دراسات اجريت على المرضى المتسممين بالايثانول، وجدوا انه تحويل الايثانول او ادخاله في معادله الاوزموليه الافضل ان يتم تقسيمه على 3.7، بسبب انه الايثانول بيؤدي الى تغيير توزع السوائل في الحيز داخل الخلوي وخارج الخلوي، فبيكون تركيزه الفعلي اكبر من القيمه اللي يعني بتعطيها المخبر. أزمولية الحيز داخل الخلوي تساوي دائماً أزمولية السائل خارج الخلوي، لأنه غشاء الخلية نفوذ بشكل حر للماء. أزمولية البلازما الطبيعية بتختلف الأرقام خلاف بسيط بين المراجع، بس بشكل عام هي تساوي 275 ل 290 ميلي أزمول على الكيلوغرام ماء. توترية البلازما أو ما يسمى الأزمولية الفعالة للبلازما هي الجزيئات التي لا تعبر الغشاء الخلوي، هي الجزيئات الفعالة أزموليا ولا تعبر الغشاء الخلوي بسهولة، وتتشكل بشكل أساسي من الصوديوم والسكر. فتوترية البلازما هي نفس معادلة أزمولية البلازما محذوف منها اليوريا، وذلك لأن البولة قادرة على عبور الحاجز الخلوي. فلما بيكون في خلاف بالأزمولية بين السائل داخل الخلوي وخارج الخلوي، نرى أن الماء ينزح من الوسط الأكثر أزمولية إلى الوسط الأقل، عفوا، من الوسط الأقل أزمولية إلى الوسط الأكثر أزمولية، من أجل أن يعادل الأزمولية على طرفي الغشاء. في ملاحظة أن البولة تعبر الحاجز الدموي الدماغي ببطء مقارنة مع الماء، لذلك يمكن أن يظهر دورة تناضحي عندما يتغير تركيزها بسرعة، وهذا بنشوفه عند مرضى الغسيل الكلية بعد جلسة الديال، فيما يسمى دياليسيز ديس إكويليبريوم سيندروم، أو متلازمة اختلال التوازن التالية للغسيل. الاضطراب في توترية البلازما والحجم خارج الخلوي يمكن أن تقسم إلى 4 أنواع: نقص الصوديوم ومفهومه أو يعني معناه هو زيادة الماء، فرط الصوديوم بالعكس هو نقص الماء. نقص الحجم هو صوديوم قليل مع نقص حجم خارج خلوي. فرط الحجم هو صوديوم كثير في الأوعية مع زيادة الحجم الوعائي الفعال وارتفاع ضغط. الوذمة هي نفس مفهوم فرط الحجم، ولكن مع حبس ماء في المسافات الخلالية. ملاحظة فيما يتعلق بالأزمولية، طريقة قياس الأزمولية، الأزمولية إما أن تحسب حساب من خلال المعادلة اللي ذكرناها سابقا، أو ممكن أن تقاس قياس بأجهزة بعدة أنواع مثل الفليم فوتومتري أو دايركت ايون سيلكتيف الكترود. طبعا أجهزة غازات الدم الشائعة الموجودة هي بتقيس عن طريق السيلكتيف ايون أو دايركت أيون سيلكتيف إلكترود. قد نجد خلاف بين قيمة الأزمولية الحقيقية أو عفوا قيمة الصوديوم الحقيقية حسب الجهاز الذي تم قياس الصوديوم فيه وبين القيمة المحسوبة. المثال الأبرز أو الأوضح لهذا الاختلاف هو في حالات إعطاء المواد الضليلة مثل عند تنظير أو استئصال البروستات عبر التنظير الحالب، حيث يتم إعطاء الجلايسين. في هذه الحالة نجد أنه أزمولية البلازما تبقى طبيعية، مع العلم أن مستوى الصوديوم ناقص. والمثال الآخر عند وجود فرط شحوم مثلا، تكون أزمولية البلازما طبيعية رغم أن مستوى الصوديوم ناقص. الفرق بين التجفاف ونقص الحجم، التجفاف كما هو معلوم هو نقص ماء الجسم الكلي تحت القيمة الطبيعية بدون نقص مرافق في الشوارد، والذي يؤدي بالنتيجة التجفاف إلى ارتفاع الصوديوم في البلازما، لأن ثلثي الماء الذي تم فقده من الجسم يكون على حساب الخلايا وثلثه من السائل خارج الخلوي. وبالتالي أعراض نقص الحجم لا تشاهد عند المرضى الذين يعانون من التجفاف ما لم يكن نقص الماء في التجفاف كبير. هلا بدنا نحكي إن شاء الله عن نقص الصوديوم، مقاربة بسيطة لنقص الصوديوم.
بالتعريف هو مستوى الصوديوم أقل من 135 ملي مكافئ على اللتر، وهو أكثر اضطرابات الشوارد شيوعا عند مرضى المشافي. المشكلة الأساسية عادة تكون هي احتباس ما أكثر من كونها مشكلة في مستوى الصوديوم، غالبا ما تكون ناجمة عن زيادة إفراز الـ ADH فيما يسمى متلازمة الإفراز غير الملائم. دائما نبدأ تقييم اضطرابات الصوديوم بقياس أزمولية البلازما. بالنسبة للتظاهرات السريرية لنقص الصوديوم الحاد تختلف قليلا عن تظاهرات نقص الصوديوم المزمن. طبعا نسمي نقص الصوديوم حادا إذا كان النقص خلال أقل من 48 ساعة. التظاهرات تكون غالبا تظاهرات عصبية بسبب الودمة الدماغية بشكل أساسي، والتي ترتبط بشدة وسرعة نقص الصوديوم. أول الأعراض هي الغثيان والتعب، وعادة نراها عند نزول مستوى الصوديوم تحت مستوى 130 أو 125، ثم تتتالى الأعراض من صداع إلى وسن وتبلد، وقد تنتهي بالاختلاج والسبات وتوقف التنفس عند نزول مستوى الصوديوم تحت 120 أو تحت 115. يمكن أن تتطور في حالات نقص الصوديوم السريع أو الحاد وذمة رئة غير قلبية المنشأ. نقص الصوديوم تحت مستوى 105 ملي مكافئ يرتبط بنسبة وفيات مرتفعة جدا تصل إلى 50%. الاستجابة الدماغية المعاوضة لنقص الصوديوم تبدأ عادة في اليوم الأول وتكتمل خلال عدة أيام. متلازمة زوال النخاعين أوديس تتطور عادة بعد يومين إلى 6 أيام من التصحيح السريع للصوديوم، لذلك يجب الانتباه أن تفاقم الأعراض العصبية بعد تحسين أو رفع مستوى الصوديوم أو تصحيح الصوديوم عند المريض بعد يومين قد يكون بسبب زوال النخاعين، والتي تؤدي إلى يعني أذية عصبية غير عكوسة. أما التظاهرات السريرية لنقص الصوديوم المزمن عادة تكون تظاهرات خفيفة، وكثير من المرضى قد يكون عندهم مستوى صوديوم تحت 120 بشكل مزمن ودون أعراض، وقد تظهر بعض الأعراض التالية: تعب، غثيان، دوخة، وقد تصل إلى تخليط ووسن، ولكن الاختلاج والسبات غير شائعة في نقص الصوديوم المزمن، وإذا حدثت فإنها تعبر عن حدوث نقص صوديوم حاد على أرضية نقص صوديوم مزمن. يقسم نقص الصوديوم حسب الأزمولية عند مقاربة مريض لديه نقص صوديوم، نقسمه حسب الأزمولية إلى 3 أنواع: نقص الصوديوم سوية التوتر، وتكون فيه أزمولية البلازما المقاسة من 275 إلى 295، ونقص الصوديوم مفرط التوتر تكون فيه أزمولية البلازما أكثر من 295، ونقص الصوديوم ناقص التوتر. في نقص الصوديوم ناقص التوتر يجب أن نقيم الحالة الحجمية عند المريض، فيقسم أيضا إلى 3 فئات: سوي الحجم ومفرط الحجم وناقص الحجم. هذا الجدول يلخص اضطرابات نقص الصوديوم بشكل عام. فبالبداية قلنا الخطوة الأولى في مقاربة مريض نقص الصوديوم هي قياس أزمولية البلازما. فإذا كانت أزمولية البلازما طبيعية فيكون نقص الصوديوم هو بسبب وجود مركبات أو جزيئات تزيد القسم الصلب من البلازما أو الجزء الصلب، مثل فرط بروتين الدم أو فرط شحوم الدم أو فرط بيلوروبين المباشر في الدم. يسمى نقص الصوديوم سوي التوتر باليوتونيك أو الإيزوتونيك أو البسيدوتونيك، أي نقص الصوديوم الكاذب أو الوهمي، لأن كمية الصوديوم في الجسم لا تختلف، ولكن اختلف تركيب البلازما وبناء عليه اختلفت قيمة الصوديوم وظهر نقص في الصوديوم. إذا كانت أزمولية البلازما مرتفعة أكثر من 295، فيكون نقص الصوديوم هنا بسبب وجود مادة ذات أزمولية عالية، وتشاهد هذه في فرط السكر والمونيتول والسوربيتول استخدام المونيتول أو السوربيتول أو الجلايسين أو المالتوز، أو استخدام مواد ظليلة أخرى، أو استخدام الـIVIG والتسمم بالإيزوبروبرانول، في حين أن التسمم بالإيتانول الكحول العادي يعني لا يسبب ارتفاع أزمولية، لأن الإيتانول قادر على عبور غشاء الخلية بسهولة، لذلك لا يغير أزمولية البلازما، لا يحدث فرط توتر عند التسمم فيه. نقص الصوديوم ناقص توتر وهو الأهم، ويعني يكون هناك تشخيص تفريقية متنوعة كثيرا، عندها نقيم الحالة الحجمية. إذا بنقص الصوديوم سوي التوتر أو مرتفع التوتر لا حاجة لتقييم الحالة الحجمية. أما نقص الصوديوم ناقص التوتر هنا نقيم الحالة الحجمية، ويقسم عندها إلى 3 أنواع: نقص الصوديوم
ناقص توتر مفرط الحجم، ونشاهد في حالات نقص الحجم الوعائي الفعال، بمعنى أن كمية السوائل في الجسم كبيرة ولكن السوائل داخل الأوعية أو ما يسمى الحجم الوعائي الفعال تكون قليلة، وتشاهد هذه في قصور القلب وتشمع الكبد والمتلازمة النفروزية وقصور الكلية المتقدم أو الحاد، بمعنى عند حدوث إنيوريا أو أوليجويوريا. نقص الصوديوم ناقص توتر ناقص الحجم، هنا يكون هناك فقد للسوائل من الجسم، هذا الفقد إما أن يكون عبر الكلية أو عبر طريق غير الكلية. إذا كان صوديوم البول أقل، هنا لابد من قياس صوديوم البول، إذا كان أقل من 20 ميلي مكافئ على اللتر، بمعنى صوديوم البول قليل، فهذا يعني أن فقد الصوديوم والسوائل عن طريق غير الكلية، وهذا ما يشاهد في التجفاف والإسهال بشكل عام والإقياء والتعرق الزائد ووجود سوائل في الحيز الثالث. أما إذا كان صوديوم البول أكثر من 20 ميلي مكافئ على اللتر، فهذا يعني أن فقد الصوديوم والسوائل هنا يتم عن طريق الكلية، إما بسبب المدرات أو قصور كلية بسبب فقد الكلية قدرتها على تركيز البول، كما في قصور الكلية المزمن، عوز الألستيرون والمتلازمة الدماغية الفاقدة للملح. الفئة الثالثة أو النوع الثالث من نقص الصوديوم ناقص التوتر عندما يكون سوي الحجم، وهو ما يشاهد في متلازمة الإفراز غير الملائم متلازمة الإفراز غير الملائم للإدرار أو للهرمون المضاد للإدرار، كما في نقص الصوديوم أيضا التالي للجراحة وقصور الدرقية والكظر والعطش والنفسي المنشأ وهوس شرب البيرة وبعض الأدوية كالثيازات والأسي إنهبيتورز وتمارين التحمل. هيك واضح الصوت دكتور سهيل؟ ما بعرف، بجوز النت عندي ضعيف انا لانه ما عم بسمع صوتكم، فما بعرف اذا تمام. احيانا بيعطل شوي صغيره بسيطه يعني. طيب رح احاول بطئ شوي مشان اذا صار تقطيش ما يكون. طبعا بالنسبه للسوي الحجم، نقص الصوديوم نقص التوتر سوي الحجم، لاحظوا كل البنود المذكوره هي فعليا اما متلازمه افراز غير ملائم للادرار او حالات بتاثر فيها الهرمون المضاد للادرار. فمثلا نقص الصوديوم التالي للجراحه، معروف انه الجراحه والالم تؤدي الى زياده افراز الهرمون المضاد للادرار، قصور الدرقيه والكظر يؤدي الى تخفيف تاثير الهرمون المضاد على الادرار أو عفوا تخفيف تثبيط الهرمون المضاد للإدرار. الأدوية الثيازيدات والإسي إنهبيترز، مثل الثيازيدات بآلية تركيز إطراح بول مركز وبالتالي يؤدي إلى نقص صوديوم. أما الإسي إنهبيترز فتأثيره هو عبر مستقبل جنسين 2 الذي يؤثر في الدماغ بزيادة العطش وزيادة تحرير الهرمون المضاد للإدرار. فحقيقة لما نتحدث عن نقص صوديوم سوي الحجم، نحن عم نتحدث بشكل أساسي عن مشكلة ADH أو زيادة إفراز ADH. طيب رح نبدأ. حكينا طبعا شوي لما حكينا عن الجدول أو الخوارزمية السابقة عن أنواع نقص الصوديوم، بس لمحة سريعة نرجع نعيدها. الهايبرتونيك هايبونيتريميا نقص صوديوم مفرط التوتر بينجم عن وجود جزيئات فعالة أوزموليا مثل قلنا السكر، فلكل ارتفاع 100 ملي جرام على ديسي لتر سكر فوق المستوى الطبيعي يعني فوق المية عادة بينخفض الصوديوم بمعدل 1.6 إلى 2.2 تختلف حسب المراجع، وسطيا 2 ملي مكافئ على لتر، وهو حقيقة المفهوم الفيزيولوجي لاستخدام المانيتول في الوزمة الدماغية. استخدام المانيتول في الوزمة الدماغية يؤدي لزيادة أوزمولية البلازما وبالتالي سحب الماء من الخلايا الدماغية المتوزمة وتخفيف الوزمة فيها. في هذه الحالة يعني ينخفض مستوى الصوديوم بسبب زيادة حجم البلازما. فعليا الصوديوم ما تغير كميته بالجسم ولكن ما تغير هو حجم البلازما الذي يؤدي إلى نقص مستوى الصوديوم. نقص التوتر عفوا نقص الصوديوم سوي التوتر قلنا هو ناجم عن وجود جزيئات صلبة أو تزيد القسم الصلب من البلازما، وهو ما يشاهد في حالات ارتفاع الشحوم أو البروتين أو النقيوم المتعدد أو في حالات ارتفاع البيلوروبين. فأيضا هنا كمية الصوديوم لا تختلف ولكن يختلف تركيز الصوديوم في البلازما بسبب تغير نسبة القسم الصلب من البلازما. الحالة الثالثة وهي الأهم قلنا والمطلوب مقاربتها يعني بشكل أدق، هي فرط الصوديوم عفوا نقص الصوديوم ناقص التوتر. هنا كما ذكرنا نقسم الحالة إلى وحسب الحالة الحجمية، نقص الصوديوم ناقص الحجم يكون هناك نقص في ماء الجسم ونقص في الصوديوم، ولكن نقص الصوديوم أكثر من نقص الماء. مفرط الحجم يكون هناك ارتفاع أيضا
في الماء والصوديوم، ولكن ارتفاع الماء أو كمية الماء الموجودة في الجسم أكبر من كمية الصوديوم. نقص الحجم، نقص الصوديوم سوي الحجم، وهنا يكون مستوى الصوديوم في الجسم طبيعيا، ولكن هناك زيادة في محتوى الجسم من الماء. طبعا نقص الصوديوم سوي الحجم الأفضل أن يسمى نقص الصوديوم سوي الحجم بغياب الوذمي او بدون وذمي او غير الوذمي، لانه ممكن كلمه سوي الحجم توحي بانه كميه السوائل في الجسم طبيعيه، لا هي ما هي طبيعيه، هي اكثر من الطبيعي ولكن لا يترافق مع الوزنات، فسموه سوي الحجم لانه سريريا المريض ما بيظهر عليه اعراض فرط الحجم. بالنسبه لنقص الصوديوم ناقص التوتر، قلنا لابد من دراسه الحاله الحجميه عند المريض، فيصنف عندها لثلاث انواع: نقص الصوديوم، ناقص التوتر، ناقص الحجم. يشاهد في حال خساره الصوديوم والماء من الجسم، ولكن خسارة الصوديوم أكبر من خسارة الماء. مفرط الحجم يكون عند زيادة كمية السوائل وزيادة كمية الصوديوم في الجسم، ولكن زيادة كمية الماء في الجسم أكبر من زيادة الصوديوم. الحالة الثالثة وهي فرط نقص الصوديوم، ناقص التوتر، سوي الحجم. هنا يسمى سوي الحجم بسبب عدم وجود مظاهر سريرية للوذمة أو لزيادة السوائل في الجسم، مع أنه في الحقيقة هناك زيادة في كمية الماء الموجودة في الجسم، ولكن هذه الزيادة لا تترافق مع وذمة فسمي سوي الحجم سريريا، ولكن فعليا كما ذكرنا هناك زيادة في كمية الماء في الجسم، وهو ما يشاهد في متلازمة الإدرار غير متلازمة إفراز غير الملائم للهرمون المضاد للإدرار. نقص الصوديوم، ناقص التوتر، سوي الحجم، وهي الحالة الأهم اللي ذكرناها، هو ينجم إما عن ضعف قدرة الكلية على طرح بول ممدد أو عن مدخول ماء أكبر من قدرة الكلية على طرحه. للتمييز بين الحالتين نقيس أزمولية البول. إذا كانت أزمولية البول منخفضة، أي أن البول ممدد، هذا يعني أن هناك تناول لكمية كبيرة من الماء كما في حالة العطاس نفس المنشأ أو غيره، أو نقص تناول للشوارد، وبالتالي الكلية هنا لا تستطيع طرح بول مركز أكثر من الذي تطرحه. مع العلم أنه أقل أزمولية للبول ممكن الكلية تطرحها هي 50 ميلي أزمول على اللتر. إذا كانت أزمولية البول أكثر من 100، أي أن البول مركز، فهذا يعني أن نتحدث عن مرحلة متقدمة من قصور الكلية، خاصة عندما تنخفض قيمة الـ GFR تحت الـ 30 مليلتر على الدقيقة. هنا تصبح الكلية غير قادرة على تركيز البول، أي أنها تطرح بول ممدد. الحالة الأهم من حالات نقص الصوديوم، ناقص التوتر، سوي الحجم كما ذكرنا، هي متلازمة الإفراز غير الملائم للهرمون المضاد للإدرار، السيادة. أشيع الأسباب الدوائية للسيادة هي مضادات الاكتئاب والثيازيدات. من أسباب لزيادة إفراز الهرمون هي الغثيان والصداع والألم وبعض العمليات الجراحية والأفيونات وآفات الوطأ. الكورتيزول والهرمون الدرقي ضروري لتثبيط الـ ADH، لذلك يجب تقييم هذه الهرمونات عند الاشتباه بوجود نقص في تثبيط الهرمون المضاد للإدرار. من الموجودات المهمة في هذه المتلازمة هي نقص مستوى حمض البول تحت 4 ميلي جرام على ديسيلتر. هذا جدول يبين الأدوية التي تسبب متلازمة الإفراز غير الملائم للإدرار. طبعا الأدوية، معظم الأصناف الأدوية الموجودة هي أدوية نفسية وأدوية مضادات الاختلاج، ولكن ما يهمنا نحن هي الثيازيدات واللنزولايد والبي بي آي، مثبطات مضخات البروتون، هي أهم أدوية. طبعا والإنسيتس أهم أدوية شائعة في الاستخدام، لذلك يجب الانتباه إلى عند وجود نقص صوديوم. تدبير نقص الصوديوم، طبعا هناك قواعد عامة وهناك خوارزمية نتحدث عنها بعد قليل، ولكن تدبير نقص الصوديوم بشكل عام، نقص الصوديوم مفرط الحجم كما في حالات قصور القلب أو التشمع الكبد. هنا نقوم بتقييد شرب السوائل مع معالجة السبب المستبطن. نقص الصوديوم ناقص الحجم كما في حالات الإسهالات والإقيات أو الفقد عن طريق الكلية، هنا نستخدم السيروم الملح النظامي الذي يؤدي بدوره إلى تثبيط الـ ADH وطرح الماء الزائد. أما نقص الصوديوم سوي الحجم، فالتدبير هنا يعتمد على سرعة النقص وشدة الأعراض. نقص الصوديوم سوي الحجم، كما ذكرنا التدبير يعتمد على هل هو حاد أو مزمن وعلى شدة الأعراض. في النقص الحاد، أي أن نقص الصوديوم أقل من 48 ساعة مع وجود أعراض عصبية، نبدأ بإعطاء 100 ملي من سيروم
ملحي 3%، الذي هي يتوقع أن ترفع هذه ال 100 ميلي سيروم 3%، أن ترفع الصوديوم بمقدار 1.5 ميلي مكافئ على اللتر عند الرجال و2 ميلي مكافئ على اللتر عند النساء، بعض المراجع تذكر من 2 إلى 3 ميلي مكافئ على اللتر. إذا استمرت الأعراض العصبية ممكن أن نكرر إعطاء بلعة ثانية أو ثالثة بفاصل 10 دقائق مع مراقبة حثيثة للصوديوم. أما في حالات نقص الصوديوم المزمن أكثر من 48 ساعة، فإن رفع مستوى الصوديوم السريع قد يؤدي إلى أذية عصبية بزوال الميالين الدماغي، ولذلك يجب أن لا يتم رفع الصوديوم بأكثر من معدل 8 إلى 10 ميلي مكافئ خلال ال 24 ساعة. الصوديوم الهدف هو 120 ميلي مكافئ على اللتر. عندما نرفع الصوديوم إلى هذا المستوى يعني يكون المريض في حالة أمان نسبيا من حدوث اختلاطات نقص الصوديوم، وبحيث لا تتجاوز سرعة 1 ملي مكافئ على اللتر على الساعة. في حال ارتفاع الصوديوم سوي الحجم ناقص توتر المزمن مع غياب عفوا في حال نقص الصوديوم سوي الحجم ناقص توتر المزمن مع غياب الأعراض أو أعراض خفيفة وهو الأشياء يعني في الحالات المزمنة، فإن تقييد الماء يكون كافيا لتدبير نقص الصوديوم. إعطاء البوتاسيوم يساهم في رفع الصوديوم من خلال سحب الماء إلى الحيز داخل الخلوي، كون الصوديوم البوتاسيوم مشاردة داخل الخلوي بشكل أساسي، وبالتالي أيضا تحسن مستوى الصوديوم. يمكن في بعض الحالات استخدام مدرات العروة كاللازكس التي تطرح بول ممدد مع زيادة الوارد الفموي من الصوديوم مثلا 15 إلى 30 ملي 30 جرام من الصوديوم. مثال لتدبير نقص الصوديوم، على فرض نقص صوديوم حاد، طبعا هون عم نحكي رجل وزنه 70 كيلو جرام وعنده صوديوم البلازما 107. الحقيقة كونه نقص الصوديوم عم نحكي عن حالة حادة هون، فلازم الحد الآمن اللي نرفع له الصوديوم هو 120. هذا الرفع لازم بحيث ما يتجاوز رفع مستوى الصوديوم أكثر من 1 ملي مكافئ على الساعة. بنحسب من خلال حساب الحجم خارج الخلوي اللي يقدر عند هذا الرجل 15 لتر، نحسب كمية الصوديوم الفعلية عنده، ونحسب كمية الصوديوم اللي نحن بدنا نرفع إلى الصوديوم اللي هي 120، فبيطلع عنا تقريبا ينقص هذا الرجل ما يعادل 195 ميلي مكافئ. هي 195 لازم نعوضها خلال 13 ساعة، كونه أنا بدي أرفع 13 ميلي مكافئ، فبيطلع عندي انه لازم استخدم سيروم ملحي 3% اللي كل ملي منه بيحوي نصف ملي مكافئ صوديوم، فلازم اعطيه بسرعة 30 ملي على الساعة، فأنا بكون عم بعوض بسرعة 30 ملي على الساعة 15 ملي مكافئ صوديوم على الساعة. بعد 13 ساعة بيصير مستوى الصوديوم عند هذا المريض 120. طبعا هذا الكلام حقيقة أقرب منه إلى النظري، لأنه تعويض الصوديوم دائما يجب أن يترافق بقياس متكرر للصوديوم حسب الحالة. إذا كان النقص حاد وهناك أعراض عصبية فيجب قياس مستوى الصوديوم كل 1 إلى 2 ساعة، إذا كان النقص مزمن ولا توجد أعراض عصبية فيكتفى بمراقبة مستوى الصوديوم كل 6 إلى 12 ساعة إذا كان تحت ال 120، وإذا كان فوق ال 120 يكتفى بعلاج المريض كمريض خارج المشفى. في معادلة حقيقة هي معادلة مهمة جدا في اضطرابات الصوديوم، لأنه تستخدم في كلا الحالتين، سواء في رفع مستوى الصوديوم يعني في حالات نقص الصوديوم، أو في حالات فرط الصوديوم من أجل تخفيضه باستخدام سوائل خالية من الصوديوم كالماء أو السيروم السكري. المعادلة تساوي الصوديوم المعطى ضمن اللتر السائل اللي انا بدي اعوض فيه سواء الرفع او التنزيل ناقص صوديوم البلازما على ماء الجسم الكلي زائد 1. ملاحظة أخيرة فيما يتعلق في بنقص الصوديوم، هناك ما يسمى المتلازمة الدماغية الفاقدة للملح. هي المتلازمة هي يعني متلازمة تتميز بنقص الصوديوم ونضوب الحجم، يعني نقص حجم داخل الوعاء بسبب فقد الصوديوم عن طريق البول، والناجم عن أذية في الجهاز العصبي المركزي أكثر ما تشاهد في حالات النزف تحت العنكبوت وممكن في بعض الحالات العصبية الأخرى. هي أقل شيوعا عن سيادة ولكن قد تترافق مع تنجم عن نقص عودة امتصاص الصوديوم، وقد يكون ذلك بسبب افراز الهرمون الدماغي المدر للصوديوم او نقص الفعاليه الوديه في الدماغ. بعض الخبراء يعتبر ان هذه المتلازمه غير موجوده ويعتبرها فقط شكل من اشكال الاي دي اتش، ولكن هناك خبراء اخرون يعتبرونها متلازمه مستقله عن السياده. مخبريا هذه المتلازمه تشبه متلازمه الافراز غير الملائم تماما، مع فرق بسيط انها تتميز بنقص حجم وهبوط في الضغط وزياده الهيموتوكريت. باقي الموجودات المخبريه كلها تشبه السياده.
مثال صوديوم البول اكثر من 40 ملي مكافئ، اوزموليت البول اكثر من 100، ونقص حمض البول في المصل والى ما هنالك. التمييز بين هاتين او وجود المتلازمه الدماغيه الفاقده للملح مهم جدا، لانه اذا تم تعويض الصوديوم عند هؤلاء المرضى متلازمه دماغيه فاقده للملح بطريقه تعويض الصوديوم عند مرضى متلازمه الافراز غير الملائم، فقد يؤدي ذلك الى تفاقم نقص الصوديوم عند هؤلاء المرضى ونضوب الحجم لديهم. لذلك يعني عند الشك بوجود هذه المتلازمة لابد من تقييم الحالة الحجمية بشكل جيد عند المريض والتأكد من النقفية. معالجة المتلازمة الدماغية الفاقدة للملح تكون بالسيروم الملحي 3%، وذلك من أجل رفع مستوى الصوديوم وتدبير نقص الحجم الموجود. تدبير مثل هؤلاء المرضى بالسيروم الملحي النظامي كما ذكرنا يؤدي إلى تفاقم نقص الصوديوم، بسبب أن السيروم الملحي النظامي يؤدي إلى زيادة كمية الماء ولا يعوض الصوديوم بالشكل المطلوب، في حين أن متلازمة الإفراز غير الملائم فتعالج بتقييد السوائل. خوارزمية تدبير نقص الصوديوم الحاد في حال كان نقص الصوديوم أقل من 48 ساعة، الخطوط الرئيسية كما ذكرناها نقص الصوديوم عرضي أو غير عرضي. إذا كان عرضي مباشر نبدأ مباشرة طبعا عم نحكي عن نقص الصوديوم ناقص التوتر وليس نقص الصوديوم سوي أو مرتفع التوتر، يعني عم نحكي فعليا عن المتلازمة الإفراز غير الملائم أو فقد السوائل عبر الكلية أو عبر الأجهزة الأخرى. التعويض يبدأ مباشرة بسيروم ملحي 3% 100 ميلي بلعة، ثم تكرر هذه البلعات مرتين حتى رفع مستوى الصوديوم 4 إلى 6 ميلي مكافئ عن المستوى الموجود حاليا، وذلك بغض النظر عن الزمن، ممكن خلال ساعة نرفع الكمية لأن نقص الصوديوم هنا حاد وعرضي. أما إذا كان نقص الصوديوم الحاد هنا غير عرضية أو أعراض خفيفة، عندها يمكن الاكتفاء بالمراقبة مثلا في حال الشك بتناول كمية كبيرة من الماء بدون شوارد. فإذا لم يتحسن الصوديوم عندنا نعطي بلعات تتكون 50 ميلي من سيروم ملحي 3% ونراقب كل ساعة إلى ساعتين حتى تحسن مستوى الصوديوم، ونستمر في المراقبة بعدها يعني نباعد بين فترات مراقبة الصوديوم بعد الخروج من مرحلة الخطر. تدبير نقص الصوديوم المزمن في حال كان نقص الصوديوم تطور خلال أكثر من 48 ساعة أو لا نعرف المدة التي تطور من خلالها نقص الصوديوم، هنا لابد في البداية أن نسأل أنفسنا هل هناك أعراض أم ليس هناك أعراض. إذا كان هناك أعراض نقوم مباشرة كما هو مبين في الخوارزمية لتعويض سيروم ملح بنفس طريقة تعويض نقص الصوديوم الحاد، مع فارق واحد أنه رفع الصوديوم هنا يجب أن لا يتجاوز 4 إلى 6 مكافئ على اللتر خلال 24 ساعة، في حين أن نقص الصوديوم الحاد يمكن أن نرفع هذه الكمية خلال الساعات الأولى فقط من أجل يعني عدم حدوث وزمة دماغية وزيادة الأذية العصبية الموجودة التي قد تكون موجودة مسبقا. أما إذا كان نقص الصوديوم هنا غير عرضي فعندها نسأل أو نقي يعني نرى مستوى الصوديوم هل هو تحت 120. إذا كان تحت 120 بدون أي أعراض فيمكن أن نراقب المريض يعني كل 6 إلى 12 ساعة مع محاولة، ونعالج المريض كمريض داخلي ببروتوكول أقل هجومية وهو إعطاء 15 إلى 30 ملي سيروم ملحي 3% مع مراقبة الصوديوم بالإضافة لمعالجة السبب الأساسي. فإذا كان ناجم مثلا عن وضم أو قصور قلب أو تشمع كبد عندها يمكن إعطاء المدرات. الأهم يعني ما يجب معرفته في تدبير نقص الصوديوم في حالة نقص الصوديوم الحاد نعالج هجوميا ونرفع مستوى الصوديوم إلى الحد الآمن 120، ممكن أن نرفع خلال الساعات الأولى ما يقارب 4 إلى 6 ميلي مكافئ. أما إذا كان نقص الصوديوم مزمن فعندها يجب أن نتحفظ أكثر في رفع مستوى الصوديوم، والتوصية برفع مستوى الصوديوم من 8 إلى 10 ميلي مكافئ خلال 24 ساعة. كل ما كان نقص الصوديوم عرضي وكل ما كان يعني أشد يجب أن نزيد مراقبة الصوديوم أو نراقب الصوديوم بتواتر أكثر مثلا كل 1 إلى 2 ساعة. كل ما كان أرقام الصوديوم أو انخفاض الصوديوم معتدل ولا يوجد أعراض أو عوامل خطورة عندها نباعد بين مراقبات الصوديوم، ممكن أن نراقب كل 6 إلى 12 ساعة.
مقاربة مريض نقص الصوديوم صراحة الخوارزمية موجودة يعني بالأبتوديت، ممكن تطلع عليها كلكم من أجل مقاربة نقص الصوديوم. ما يهمنا في هذه الخوارزمية هي في البداية دراسة أزمولية البلازما، هو الخطوة في مقاربة نقص الصوديوم. هل هذا نقص الصوديوم هو مفرط توتر أو سويت توتر أو ناقص توتر؟ إذا كان مفرط التوتر نبحث عن مواد فعالة أزموليا، إذا كان سويت توتر نبحث عن وجود الشحوم او ارتفاع شحوم الدم او بروتينات الدم او كما ذكرنا البيلوروبين. فرط الصوديوم، بتحبوا تسالوا شيء عن نقص الصوديوم قبل ما ننتقل لفرط الصوديوم، ولا بننهي يعني بنكمل المحاضره وبنخلي تكون الاسئله بالاخير؟ نكمل حكي، نكمل حكي. طيب، فرط الصوديوم ايضا، فرط الصوديوم هو حاله شائعه ليست بشيوع نقص الصوديوم، ولكن هو حاله شائعه خاصه عند مرضى المشافي. يقسم من حيث الاسباب الى اعطاء سوائل مفرطه التوتر يعني اسباب علاجيه، فقد السوائل ناقصه التوتر كما في حاله التعرق او الاسهالات الازموليه، استخدام مواد ازموليه في الاسهال كمسهلات مثلا، او بسبب فقد الماء بسبب نقص الهرمون المضاد للادرار فيما يعرف في بالبيله التافهه. الفحص والقصة السريرية وقياس صوديوم وأزمولية البلازما للأسف غير متوفرة في كثير من المخابر، يساعد على التمييز بين هذه الأنماط أو أنماط فرط الصوديوم. الجدول يبين أسباب فرط الصوديوم، هو إن إما ناجم عن فقد ماء من الجسم سواء عبر التنفس أو عبر التعرق أو عبر الأمعاء أو عبر الكلية فيما يعرف بالبيلة التافهة، أو بسبب المدرات أو المانيتول يعني الإدرار التناضحي أيضا بنسميه، أو ممكن يكون بسبب شفت سوائل إلى داخل الخلايا كما يحدث في حالة الجهود الشديدة أو الاختلاج. في حالة الاختلاج مثلا بتفكيك الجلوكوجين داخل الخلايا يؤدي إلى زيادة أزمولية الحيز داخل الخلوي، وبالتالي يحدث شفت للماء من الحيز خارج الخلوي إلى الخلايا، وبالتالي يرتفع مستوى الصوديوم. الحالة الثالثة صوديوم أوفرلود، قلنا بسبب علاج بسوائل مفرطة التوتر. تظاهرات فرط الصوديوم، فرط الصوديوم الحاد ويسمى فرط الصوديوم حادا إذا تطور خلال أقل من 24 ساعة، قد يؤدي إلى نقص سريع في حجم الدماغ، ويمكن أن يؤدي هذا النقص إلى تمزق في الأوردة الدماغية ونزوف داخل الدماغ أو تحت العنكبوت، كما يمكن أن يؤدي الارتفاع السريع في قيمة الصوديوم إلى متلازمة شبيهة بمتلازمة زوال الميالين المشاهدة عند التصحيح السريع لنقص الصوديوم. تظاهرات فرط الصوديوم الحاد ضعف عضلي، عطش، غثيان، وسن وضعف وهياج، ويمكن أن تصل إلى نفضان عضلي واختلاج أو تصل إلى اختلاج وسبب. الأعراض الشديدة تحدث عند ارتفاع الصوديوم فوق مستوى 158 ميلي مكافئ، الارتفاع فوق مستوى 180 يترافق مع نسبة وفيات مرتفعة. فرط الصوديوم المزمن الذي يتطور خلال أكثر من 24 ساعة يترافق عادة مع أعراض عصبية خفيفة، ولكن وجد في دراسة أجريت للمرضى مع حول العمل الجراحي أنه يترافق مع زيادة نسبة الوفيات. يجب أن يكون معدل تصحيح فرط الصوديوم يعني خفضه بما لا يتجاوز عند الأطفال والرضع بشكل خاص 10 إلى 12 ميلي مكافئ على اليوم، خشية التطور وأزمة دماغية يمكن تؤدي إلى اختلاج وسبات، في حين أن تأثيرات تصحيح فرط الصوديوم السريع عند البالغين أقل من الأطفال، ومع ذلك كونها غير مفيدة فيفضل ألا يتم خفض الصوديوم بشكل سريع. أسباب فرط الصوديوم هو تنجم بشكل أساسي عن سببين رئيسيين، هو إما فقد سوائل الجسم ناقصة التوتر مع نقص الوارد من الماء بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الماء، أو غياب العطش وهي الحالة الأشيع، ينجم عن الإسهال أو عبر السبيل التنفسي أو التعرق المفرط، أو فقد كلوي ناجم عن إدرار تناضحي. إذا كان الفقد غير كلوي فإن أزمولية البول تكون مرتفعة، أما في حال الإدرار التناضحي فإن أزمولية البول تكون بحدود 300 إلى 600 ميلي أزمول. فقد السوائل ناقصة التوتر مع نقص التعويض يؤدي إلى نضوب الحجم داخل الوعي مع هبوط ضغط انتصابي. الحالة الثانية هي ما يسمى البيلة التافهة، سواء كانت بيلة تافهة مركزية أو بيلة تافهة كلوية. أعراض الشائعة هي البوال والعطاش. أزمولية البول تكون منخفضة تحت 300 ميلي أزمول عادة مع وجود ارتفاع الصوديوم، ونؤكد تشخيص أو نميز بين الحالتين بيلة تافهة مركزية أو كلوية من خلال إعطاء الديسموبريسين. لأن الشوارد المطروحة في فرط الصوديوم الناجم عن طرح الماء يترافق بأعراض لأن الشوارد المطروحة قليلة فإن التظاهرات العصبية عادة ما تكون خفيفة.
في حال فرط السوائل أو فرط الصوديوم الناجم عن إعطاء السوائل مفرطة التوتر، يجب تصحيح الارتفاع بسرعة بإعطاء الماء أو السيروم السكري مع مدرات العروية لتدبير فرط الحجم الذي سيحدث. إذا تطور فرط الصوديوم خلال أكثر من 24 ساعة، فإن الدماغ يعاوض بقبض بعض الشوارد والجزيئات الفعالة أزموليا، لذلك فإن تصحيح الصوديوم ارتفاع الصوديوم هنا يجب أن يكون معدل من 10-12 كما ذكرنا من مكافئ على 24 ساعة، وخاصة عند الأطفال. الأفضل أن يتم تعويض الماء بدل الدكستروز، وذلك عن طريق الفم أو عن طريق الإنجي تيوب، لأن الدكستروز يعني سيروم السكري ربما يسبب إدرار تناضحي وبالتالي يزيد فقد الماء عند مريض بالأصل عنده فقد ماء. يجب ضبط السكر عند هؤلاء المرضى تحت 180 في حال استخدمنا الدكستروز. عند وجود هبوط ضغط بسبب استنزاف الحجم داخل الأوعية، نعطي سيروم ملحي نصف نظامي أو ربع نظامي، لأن أعطاء سيروم الملح النظامي سيفاقم فرط الصوديوم وقد يدهور الأعراض العصبية. علاج البيل التافه حسب سببها. اذا كان بيل التافه مركزيه تعالج بالديسموبريزين او مشابهات الاي دي اتش. اذا كانت بيل التافه كلويه فتعالج فيما يسمى احداث نقص حجم خفيف من خلال استخدام المدرات الثيازيديه، وبالتالي تخفيف تاثير او زياده تاثير الاي دي اتش على الكليه. معادله تصحيح الصوديوم نقص الماء الشهيره اللي هي نستخدم فيها التوتال بدي ووتر ضرب الصوديوم المثلي الحالي على 140 ناقص 1. هناك طرق أخرى لتصحيح ارتفاع الصوديوم، مثال المعادلة أو يعني نستخدم قيمة كل 3 ملي ماء على لكل كيلو من وزن الجسم، تخفض صوديوم المصل أو صوديوم الدم بمعدل 1 ملي مكافئ على لتر. فإذا مثلا عندي مريض عنده صوديوم 155 بدي ينزل له الصوديوم خلال مثلا 24 ساعة 5 ميك، فأنا بحسب كل 200 ملي رح تنزل صوديوم هذا المريض 1، وبالتالي إعطائه لتر ماء حر في اليوم سيخفض الصوديوم بهذه القيمة. معدل تصحيح الصوديوم التي ذكرت في حالات نقص الصوديوم هي نفسها يمكن أن تستخدم لخفض الصوديوم، وتساوي الصوديوم المعطى ناقص صوديوم البلازما على ماء الجسم الكلي زائد 1. هنا الصوديوم المعطى سنستخدم سوائل خالية من الصوديوم مثل الدكستروز أو الماء الحر، فنكتب في هذه الخانة صفر، بيصير صفر ناقص صوديوم البلازما طبعا بالقيمة المطلقة، فصوديوم البلازما على ماء الجسم الكلي زائد 1 يعطينا قيمة الصوديوم التي سيتم خفضها بإعطاء لتر من السائل المحدد. بالنسبة لخفض الصوديوم العلاجي، طبعا في 3 طرق أو لخفض الصوديوم. ما بنستخدم معادلة نقص الماء نسميها أو ناقص من الماء، اللي بتساوي الماء الجسم الكلي توتال بدي ووتر مضروبة بالصوديوم الحالي تقسيم 140 ناقص 1. هون بنقدر بيطلع معنا نقص الماء الكلي في الجسم لحتى نرجع الصوديوم لقيمته الطبيعية. مثال مثلا طلع عنا نقص الماء الكلي 3 لتر وقيمة صوديوم المريض مثلا 160، أنا بدي نزله إلى الحد الأعلى اللي هي 145 15 ميك، لازم أحسب إنه هي الكمية الماء اللي طلعت معي لازم أعوض له إياها خلال يوم ونص على الأقل، لأنه أنا ما بصير نزل الصوديوم بشكل عام أكثر من 10 إلى 12 ميلي مكافئ على اليوم. فإذا طلع عندي نقص الماء 3 لتر بوزع له 3 لتر على يوم 24 ساعة أو 48 ساعة حسب الزمن اللي بدي نزل فيه الصوديوم. الطريقة الثانية أنه كل 3 ميلي ماء لكل كيلو من وزن الجسم بتخفض صوديوم المصل بمقدار 1 ميلي مكافئ على اللتر. فإذا رجل بالغ وزنه 70 كيلو فإن 3 ميلي ماء ضرب 70 تقريبا 200 ميلي، كل 200 ميلي ماء حر أو ديكستروز أو أي سائل خالي من الصوديوم خفض صوديوم المصل عند هذا المريض بمقدار 1 ميك. هون أنا بستخدم القواعد الأساسية في خفض الصوديوم، شقد الكمية اللي بدي خفضها وخلال شقد الزمن، وبالتالي بعرف شقد لازم أعطيه ماء أو سوائل خالية من الصوديوم. الطريقة الثالثة هي معادلة تصحيح الصوديوم اللي نفسها بنستخدمها في حالات نقص الصوديوم، اللي بتقول كمية الصوديوم في 1 لتر من السائل المعطى ناقص صوديوم البلازما على ماء الجسم الكلي زائد 1، تعطينا كم سيخفض هذا اللتر اللي أعطيناه أو سيرفع هذا اللتر اللي أعطيناه صوديوم البلازما. فإذا كان أنا بعوض نقص صوديوم فهون راح استخدم سيرومات مفرطة التوتر أو سوية التوتر على الأقل. فمثلاً بحط إذا بدي استخدم سيروم 3% اللتر الواحد منه بيحوي 513 مكافئ، بحط 513 ناقص صوديوم البلازما اللي هو مثلاً 110 تقسيم ماء الجسم الكلي زائد 1 اللي بيكون تقريباً 46، بيطلع معي مثلاً أنه 1 لتر سيروم 3%
رح يرفع لي صوديوم البلازما بمقدار 10 ميلي مكافئ. فهذا اللتر أنا بوزعه على اليوم حسب القواعد الأساسية اللي ذكرناها مسبقاً، أنه ما لازم أنا أرفع صوديوم البلازما في اليوم الواحد أكثر من 8 إلى 10 ميلي مكافئ في حالات نقص الصوديوم المزمن. بنفس الطريقة بيستخدم لخفض الصوديوم، بس هون الصوديوم المعطى أنا رح استخدم سوائل فيها محتوى الصوديوم صفر، فمثلاً رح استخدم 1 لتر ماء، 1 لتر ماء في 0 صوديوم، أو نص نظامي أو نص نظامي، ممكن نستخدم نص نظامي تماما أو نصف نظامي تماما حكيم. في حالات مثلا نقص الحجم داخل الخلوي هون لازم أعوض سيروم نصف أو ربع نظامي. بحط محتوى اللتر اللي أنا بدي أعطيه للمريض قد محتوى من الصوديوم، مثلا نصف النظامي تقريبا محتوى من الصوديوم 75 ميك ناقص صوديوم البلازما اللي هو مثلا 160 تقسيم ماء الجسم الكلي زائد 1، يطلع معي كمية الصوديوم اللي بدي يخفضها هذا اللتر اللي أنا بدي أعطيه للمريض. بحسب كم بدي يخفض للمريض وكم لتر بحتاج من هي من هذا السائل اللي أنا استخدمته، وبيتم تطبيقه خلال الزمان المناسب. الناتج هنا هو ايش بيطلع؟ يعني الرقم اللي بيخفضه اللتر، تمام؟ تماما، الرقم اللي بده يخفضه اللتر او يرفعه اللتر حسب. يعني اذا فرضنا مثال انه طلع الرقم 20، فنحن ما بننقص 20 في اليوم، تمام؟ تماما، هو بدنا نوزع على يومين، بدنا نوزع على يومين. طيب ما الجسم الكلي شلون نحسبه؟ عند الرجال بنضرب ب 60%، وعند النساء بنضرب ب 50%، عند المسنين بنضرب ب 50% للطرفين. يعني وزن الجسم ضرب 50 وزن الجسم ضرب تماما. تمام، الله يعطيك العافيه.